لا صافي وصافي رجع انت فين غادي بغيتي نفطروا هنا اجي 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 اصاحبي ندير واحد التصويره يلا سير حيد السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد كتشارج هاد الماء عندي ما يتسالك دوزتي ليه الضو لا ما عرفتش خصك في هاد الموطور خصك على الماء فيه الضو والماء سير على الله سبق انت ايو يلا صح مالك تخيل هاي برد نقول لي دور ما غبارش ما لا مشي مشكل كان كلاكسون ديالك باش توقف ما كتسمعش دور ما هنا نمشيو لسوق لحد ديريكت ها فين اه صافي والله باش توقف ليه ماشي هنا كان ماشي مشكل نمشي لسوق لحد نقضي واحد الغرض فيت في ابخي غادي نتلقى مع الدراري العشرين صحاب اليوم الحد راكم عارفين يجمعوا صحاب المماطر غالبا غنتلاقاو في اسلان او لا في صنابة المهم غادي يكونوا الدراري مماطر كبار مماطر صغار كل شيء اي واحد عنده جوج الروايد يجي مرحبا به هذه هي البلاصه فين خديت هاد الجاكيطه هذه اللي عندي جاكيط اون كوير بون كنت خديتها هنا غير بارازار كنت غادي في الطريق المهم كاين الناس السفريين اللي تيبيعوا هاد البياس هادو ها هما ما عندو لا محل لا والو المهم بحال هكا كتمشى المهم عطا الله الهما زينه تقدر تلقى شي كاسك شي لعيبه المهم عندهم كلشي هنا هنا داير بحال القريه المهم اللي بغى يجي لهنا راه غادي يقلب على خاطر خاطرو بشويه عليه تتبان ليه شي همزه ياخذها ما عقلتش من باب واش 8 ولا 6 10 حنا ندخلوا غير في هذا الباب راه غادي نلقاو دغيا سير ناري ناري الدبدبات شوف فين طلع
تحت الموتور دابا فين؟ فين باركينغ؟ اخويا ما تحملش نحط موتوري في شي باركينغ بحال هادو، حط موتورك وطلب ربي واش تلقاه ولا ما تلقاه، وهذا الشيء كاع الا لقيتيه كتلقى فيه شي مشكل ولا شي ضربه ولا شي لعيبه. مسخت الوالدين هادو راه ما كيتسوقوش. ايوا شنو بان لك؟ ولا ندخلو هنا نيت حسن. يا بسم الله. فاش تحطو الموتور في البارك اولا تقفلو من هنا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه تقفلو من هنا. ثالث حاجه طب الدوزيام ولا طروازيام. ورابع حاجه سلكو القفل طويل باش يستلك حتى السرج هكا صافي. من بعد كتقفلو هكا. هذا مكان خدينا الغرض في سوق الحد، دابا غنمشيو نشوفو الدراري. ناري ما عارفين حتى ليكون مشكل، ما كنحملش نسوق الموتور بلا ليكون. خاص دابا واش دابا تيبان لك شنو شاعل؟ احمر. ما بانش، ما تيبانش بزاف. اه واش تيها رحيل او كيما ما شاعلش الخضر فهمتي؟ بلان هاد ستوب عندهم. يا عتي بلات الطريق ديما ماشي ديال الموتور، خصنا نطلعو الفوق هنايا. خاصنا شي اكس تي اكس، عرفتي كنديرو لفهاد الطريق هادي. ضرب ديك كود بغياج تورك على الدوزيام دير فووم طلع الرويضة. ايوا فين نهبطو؟ اسير يوم الحد ديما الزحام. ايوا ايوا تحدي ما نحطش رجلي في الارض. اي سير ناري ناري سنتيم اللي كت بينك وبين بنادم. نمشيو نضربو التركيلة مع الدراري. المهم نديرو واحد الدورة شرفية هنايا في صنابة والنواحي.